بكرة إن شاء الله هيكون اللقاء اللي كل جماهير الأهلي منتظراه، وهو نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي. وزي ما بيكون في مباراة بين الفريقين في الملعب، بيكون في مباراة فنية بين المدربين. تعالوا نشوف الأرقام والتاريخ والخبرة اللي بترجح كفة بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي على وليد ركراكي مدرب الوداد المغربي. المباراة النهائية اللي هتجمع ما بين الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا متصدرة المشهد الكروي في القارة السمراء، ومنصات التواصل الاجتماعي بتتكلم عن خبرة بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي في التعامل مع المباريات الإفريقية واللي هتحسم المواجهة مع وليد الركراكي مدرب الوداد المغربي. لو بصينا على تاريخ موسيماني هنلاقي إنه فاز بثلاث بطولات لدوري أبطال إفريقيا مع سان داونز الإفريقي في 2016 ومع الأهلي في 2020 و2021. وهنا موسيماني لو قدر يحقق اللقب مع الأهلي اسمه هيتكتب بالذهب في تاريخ كرة القدم الإفريقية. أما بقى وليد الركراكي المدير الفني لفريق الوداد فبدأ رحلته التدريبية مع مجموعة من الأندية المغربية زي الفتح الرباطي وكمان الدحيل القطري، وعلى مستوى البطولات كمدير فني فحصل على الثلاث بطولات بتتويجه المحلي مع الفتح الرباطي بالدوري والكأس وحصوله على الدوري القطري مع الدحيل، ودلوقتي عايش مسيرة جيدة مع الوداد بوصوله لنهائي دوري أبطال إفريقيا. يعني زي ما شفنا في التقرير ويعني النتيجة بقى اللي دايما بتكون على الأرض إن موسيماني دايما بيكون مذاكر إفريقيا أكتر من الدوري، فطبعا بنتمنى التوفيق للشياطين الحمر وإن شاء الله يرجعوا بالبطولة رقم 11.